السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، وين خطوة فرنسية تقرب رياض محرز من الكرة الذهبية الإفريقية، بعد ما شاهدناه وين حطوه في القائمة تاع 30 أحسن لاعبين، يعني في الترشحات تاع البالون دور العالمية. نقولوا باللي رياض محرز اليوم وين الخطوة تاعه، وين حطوه، يعني نقول باللي الخطوة الفرنسية وين تقرب رياض محرز من الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، إلا ما كان هذو ما تنجمهم سعود عمي محرز دا كوب دافريك، ودا خمسة تاع ليتيت مع مانشستر سيتي، ودا كوب دافريك وكلاصاوه تروازيام. انا تنجم يعطوها لواحد دا تشامبيونز ليغ. والناس لا يقول لك، الناس لا يتكلموا يقول لك باللي حكيمي سنابان، حكيمي العام الجاي تهضروا عليه، حكيمي سنا ما تهدرش عليه. كاين محرز، كاين الغارديا تاع السينيغال اللي يلعب في تشيلسي، كاين هادو زوج نورمالمون السباق يروح بين هادو زوج، وهي الاسبقيه رياض محرز. هذه هي وين اعلنت مجله فرونس فوتبول الفرنسيه يوم امس يوم الخميس عن قائمه اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزه الكره الذهبيه العالميه البالون دور العالميه. وين نقولوا بلي صحاب محرز غادي نعرفوا بلي محرز غادي يكون مع العشره الاولى، يمكن يكون في المرتبة الخامسة، وهذا إنجاز كبير لرياض محرز. يعني وين ويكون هي شوف كي يكون مع عشرة الأولى رياض محرز رايح يكون في البالون دور الإفريقية. وين القائمة تواجد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بالإضافة إلى المصري محمد صلاح، حين لم نشهد قائمة تواجد الحارس السنغالي إدواردو والذي يعتبر المنافس الأول لرياض محرز على الكرة الذهبية. وستزيد هذه الخطوة من حظوظ رياض محرز في التتويج بجائزة الكرة الذهبية في إفريقيا، خاصة وأنه يتواجد في قائمة أفضل لاعبين في العالم، عكس إدوارد يعني الحارس تاع تشيلسي والحارس تاع السنغال. ومن جهته كان رياض محرز قد قدم مستويات رائعة الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، كما قادهم للوصول الى النهائي دور ابطال اوروبا. حنا كي نقولوا كيما هكا الناس كان يقول لك يا ودي رياض محرز هذه تاع العام، هذه مش تاع السنه. قال لي بزاف قال لك ارقام تاع رياض محرز السنه ما كاش باش تحكم عليه يكون مع خمسه الاولى ولا العشره الاولى. يا ودي نحكموا عليك، ما تحكمش عليه، تحكم عليها ولا ما تحكمش عليها. كيف تقول لي بلي مكاش كاين في القائمه في 30 لوك هذه تاع رياض محرز العام اللي فات نسيتو واش دار؟ سبحان الله. وين نقولوا بلي رياض محرز اليوم وين اللاعب اللي يعني دائما وين يخرج وين بمفاجآت كبيره، يعني وين شاهدنا كيفاش يخرج بمفاجآت كبيره، وين يقدم يعني وين فرونس فوتبول وين ترشح رياض محرز للجائزه الذهبيه. ورشحت مجلة فرونس فوتبول الفرنسية النجم المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي رياض محرز للجائزة ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية العام 2021، يعني قبل نحو شهر على إعلان هوية الفائز، وضمت قائمة 30 لاعب اختيار أفضل منهم خلال العام 21 نجوم العالميين. وجاء محرز في المجموعة الأولى مع الفرنسي كانتي والنرويجي هولوند والايطالي ليناردو والانجليزي ماسون. يعني نقولوا شو كيفاش في المجموعه الاولى، يعني جا في المجموعه الاولى كاين 10 10 10 هو راه في المجموعه الاولى، هذه باش يكون على بالكم. المهم رسميا وين لنيل جائزه الكره الذهبيه، محرز مرشح لنيل الجائزه الذهبيه. انا ما نحوسوش نساهموا، نحوس انا دروك وين نحوسوا وين رياض محرز وين ضمن وين ضمت القائمة 30 لاعبين مرشحين لنيل الكرة الذهبية لمجلة فرونس فوتبول. اسم الدولي الجزائري رياض محرز متوسط ميدان مانشستر سيتي حسب ما أعلنت عنه يوم الجمعة يوم الخميس مجلة الفرنسية على موقعها الرسمي. ويذكر أن محرز تألق خلال موسم 2021
بعد تتويج بلقبين مع ناديه الانجليزي وخا الذي وين نقولوا باللي النهائي اللي وصله، واختير اسم قائد المنتخب وبطل افريقيا في قائمه المرشحه لنيل الكاس الذهبيه للمره الثالثه في مشواره لرياض محرز في سنة 2016 واحتل مرتبة السابعة، وفي موسم 2019 جاء العاشر. ويذكر أن محرز تألق خلال موسم 21 بعد تتويجه بلقبين مع النادي الإنجليزي، ويتعلق الأمر ببطولة الإنجليز وكأس رابطة بالإضافة إلى الوصول للنهائي وخسارته رابطة أبطال أوروبا أمام تشيلسي. وسيتم كشف عن فائزين يوم 29 يعني نوفمبر القادم خلال احتفال بمسرح تشارلي بباريس. وتمنح الكرة الذهبية من طرف لجنة الحكام الدوليين المكونة من صحفيين المختصين حسب ثلاث معايير أساسية، وهي أداء الفردي والجماعي خلال سنة ونصف اللعاب، موهبة وروح رياضية ومسيرة اللعاب. هنا رياض محرز في كل هذو هذه كما نقولوا حنايا المقاييس هذه من حسب ثلاث معايير أساسية، وهي الأداء الفردي كاين في رياض محرز، والأداء الجماعي يعني كاين في رياض محرز خلال سنة والنصف عام ونص لعاب، موهبة وروح رياضية هذه كاينة في رياض محرز، ومسيرة اللعاب هذه كاينة في رياض محرز، مسيرة أحسن مسيرة. والناس عرفت شو كيفاش النقطة اللي هنا نروحوا لها وين الموهبه والروح الرياضيه، الناس اللي حوسوا رياض محرز يضرب غوارديولا. محرز بيساعف مومن ولا بيساعف تاع بي سبور ولا بيساعف جروخ اخر تاع مهبول، محرز لازم ينتعفض، محرز محقور. راه وين رد عليكم؟ قال لكم نحترم الخيار، نحترم الخيار، قال لكم انا نحترم الخيار تاع المدرب تاعي، انتوما برك زايدين لها شويه مراخرين برك. لا غالب ما اش غادي يدير الا ما عادش غوارديولا، اش غادي يدير الا محرز لعب قالوا الاسيست ولا الكونترول، ما يلعبش محرز طيحوا لا غوارديولا، يلعب محرز ويخسر طيحوا لا غوارديولا. يعني كاين بزاف امور على هذيك. نقولوا باللي اليوم وين رياض محرز اللعاب اللي راه يقدم مستويات كبيره، محرز يريد السكوت من هذا البيان سبور، هذا الناس هذا كيما ذاك يتوق، هذاك مؤمن يتوق بزاف اود عمي، شويه خلي الناس تلعب سي محمد، راك داخل عليها تواغ اود عمي، خلي تنكاليفو وهدر تنكاليفو. شو كي نكاليفو كي نفوتو مارس اهدر على روحك، عندك عام، عندك من مارس وانتايا تتوق حتى نوفمبر، خاطش على نوفمبر 2022 غادي نلعبو كاس العالم. شو عندك من مارس وقعد تتوغ ما كاش لي يطيق عليك حتى نوفمبر، تيكمل الشهر تاع نوفمبر وانت تتوغ علينا ما كاش مشكل. فهمت مازال اود عمي ها قارع شويه، اصبر اود عمي ها اصبر حابلنا هاي 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 محرز بلنا. لازم محرز لازم يخرج، روح انت خرجه، وانت خرجه محرز يدي 12 مليون يدير لي بريمي دي شهريه تاعو امتيازات كلش عنده، ما يسمع لك انت ما يسمع لك. محرز راه وين قلت له خرج، محرز يطرح لي السؤال قال له مش يلعب، قال له على بالي ما نجي نلعب، بصح قال له نحترم المدرب تاعي، قاسها لكم تاع محرز لازم ينتفض، قاسها لكم هذه. سكتوا سكتوا، عارف روحه هو عارف بلي راه غادي يخدم، لازم له عامل، لازم ها راه ولا لازم العامل، لازم العامل يا ولازم تخدم يا محرز. قال لك يوم ديجا كان لازم تتعب سي محمد، انت باك حاسب بلي هضره في هضره في اليوتيوبر ولا هضره في البي اس فور ولا في الهداف ولا غادي يسمع لكم ويدير عليكم يروح يضرب غوارديولا. روح وين روح شوي نمل، روح انا نقول لكم روح شوي نمل، روح انا نقول لكم بلي ودي اليوم وين رياض محرز اللعاب اللي راه المرشح بقوه، خاصه شوف ما نكذبوش على روحنا، محرز كون جاي يلعب في منتخب اخر اوروبي نقولوا صح، محرز باش يعطوه 100 جواب يعني في العالم ماهيش بصح شتيلا، هذا الترشح 10 خاصة مع الاوائل مع 10 الاولى، وين حطوه في القائمة تاع 10 الاولى مع كانتي ومع حطوه مع 10 الاولى، وين هذه تعطيه دفعة كبيرة من اجل الفوز بالكرة الذهبية الافريقية.
وإلا اللي زافريكا خدموا خدمتهم ما دخلوش رواحهم في الكولاسة. ينجم تنجم تشوفها صح، حاجة أخرى الكولاسة تاعهم لا إله إلا الله.